ننتقل إلى الباب التالي. باب أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل في ماذا؟ الأجر. للعتق. أي الرقاب أفضل للعتق؟ ماذا تتوقعون؟ ماذا ستكون كما سبق الكلام قبل قليل؟ سليم. سليم إيش؟ نعم، أنفسها وأغلاها. أنفسها وأغلاها. الصدقة هو سبق دينار 1000 دينار، سبق دينار 1000 دينار، المربوط بإيش؟ بالقدرة وليس بالبخل. ونرى كثيرا من الناس ينفق الأموال الطائلة على الكماليات. والله أنا ما بركب أي سيارة، هيك يقول لك أنا ما بركب أي سيارة، لابد أن تكون سيارة فاخرة. طيب هذاك الفقير مكسور عليه أجار البيت سنة، بحاجة إلى 1000 دينار 2000 دينار، ممكن؟ لا، وشو 2000 دينار؟ قل لي 20 ليرة 30 ليرة ممكن أتصدقها، أما تقول لي ألوف، الألوف لإيش؟ للسيارات، للفقراء الفتافيت. هذا هو عكس الموازين. لا، عكس الموازين. وهذا هو عدم الترابط بين المسلمين. وعلى ضوئها تنبه أنك أفضل الأشياء هو أن تنفق في سبيل الله. ما هي أفضل الرقاب؟ إذن ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ هذا باب في بيان أي الرقاب أفضل. نعم، ما هي هذا باب في بيان أي الرقاب أفضل للعتق. حدثنا، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نعم.